والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة ثالثة وأخيرة مع فاطمة خليل، تفضلي. شكرا إلهام، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، الصغرى 15، إسكندرية 22 15، مطروح 23 13، بورسعيد 22 15، الإسماعيلية 27 14 وجوها حار. بالنسبة للسويس 26 15، العريش 23 15، طابة 29 16، شرم الشيخ 30 17، الغداء 31 16 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35 14، أسوان 36 17، الوادي الجديد 35 11، شلاتين 30 18، حلايب 26 15 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.